السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معايا الفيديو من بيم، جيت باش ناخد شي حاجة ولقيت المقاتلة بالصحنيس كما قريتو في العنوان، ولكن الهميزات كيستحقوا كيستاهلوا في الحقيقة. ما نعاودش ليكم، دايرين شي حاجة روعة اليوم، غزالين. انا نحاول نشد ليكم وتشوفوا معايا. انا بديت نشوف ليكم بالشوكولات، يعني جايبين الشوكولات انواع واشكال، شفتوا معايا؟ يعني جايبين بزاف الانواع ديال الشوكولات غزال، كل واحد والثمن ديالو. كاين اللي الباكيه صغيره، كاين كبيره، كما كتشوفوا كل واحد والجهد ديالو. المهم، وبعد المناسبه سنه سعيده على كل واحد كيتفرج فيا ومتبعني. نتمنى تدخل لي هاد السنه كل ما تمنى يا ربي بطولة العمر ليه ولوليداته. هذا واحد ديكور زوين، انا مدير 120 درهم، وهادو ديال اتاي سكر القهوة، زوين في الحقيقة. كما شفتوا معايا هادشي ديال العود هو اللي دارج، دابا هو اللي كاين فهاد الجمعة مديرينو، مديرين هاد الطقم هذا 80 درهم ديال الفطور كما كتشوفوا، مديرين هادي بعشرين درهم ديال الزبدة، وهادو واحد ثلاثة ديال البواطات ديال اتاي سكر القهوة. انا نشدهم معاكم وهشوفوهم، شفتوهم هما ثلاثة تاهما مديرين 79.90 درهم، يعني 80 درهم. هادو تاهما 80 درهم. انا رجعتكم عاوتاني البلاصه ديال الشوكولات، تبارك الله جايبين كميه كثيره مع راس العام او السنه الجديده، جايبين كميه كثيره. وهنا في واحد البلاصه بوحديتهم هاد الكويسات، شوفوا عليهم زويناتهم، ومدير ليهم ثمن رخيص 13 درهم، 6 ديال الكيسان. شفتوا هاد الزواقه فلورانج، زوينين، مديرينهم زوينه في الحقيقه. هاد الكيسان ما يكونوش داروهم هاد الجمعه، يعني يكونوا بحال بقاو ليهم من داك الجمعه، ربما انا ما عرفتش حيت ما جيتش انا الجمعه اللي دازت. شوفوا هذا فلورانج، ولا نهار ثلاث ربما، حيت حتى نهار ثلاث كيديروا فيه، كيديروا اما المكياج اما المواد التنظيف اما المواد الغذائيه اما المعن. هاد الزواقه في الاحمر كما شفتوا، يعني رخاص 13 درهم زوينين. وهادو هذا هو اللي وريتكم، هاد الديكور هذا دايرينو ب 120 درهم، بحال شكل بلاطو فيه جوج كيسان ديال القهوه وهداك بحال ديكور. وهادو كيسان ديال الماء، الواحد مدير 7 ديال الدراهم. هادي واحد المبيخره ديال الضو، كتخدم بالضو، يعني زوينه، مديره 99.90 درهم، يعني 100 درهم كما شفتو. هادي مبيخرة، صافي. هادو ما مديرينهمش، هادو عبقاو عندهم، هادو اما نهار الثلاث كي قلت لكم اما الجمعة، المهم بقاو عندهم هما. وهادشي اللي كتشوفو، هادي ديال الخبز تا هي ما مديرينهاش هاد الجمعة، هتكون تا هي شاطات عندهم. وهاد المقيلات زوين، المقلة العجيبة، وهادي ديال البغرير زوينه، هادي مديره 100 درهم، 100 درهم. انا خرجت من بيم دابا وشديت لكم هاد التخفيض، هادشي اللي كان اليوم 25 ديسمبر، كان هادشي ديال الطيم، هادشي ديال العود اللي قلت لكم ديال الكوزينه، وكانوا هاد الباليزات ثلاثه، وكان حتى البيجامات والبانطوفات، ولكن هادشي كله طار، يعني طار ما نحاولش لكم شحال كان عامر. انا عمري ما شفتو بحال هكا اليوم، يعني كان عامر بزاف، ولكن هميزاتي زوينين صراحه. انا دابا في الدار وغادا نوريكم المشتريات اللي خديت، ما خديتش بزاف الحوايج، ولو ان كاين بزاف ديال العروض وديال الهميزات، ولكن كان عامر بزاف بزاف. كما شفتو هاد الكويسات هاد الكيسان، عزلت هاد الزواقه هادي غزاله، وصراحه وهي اللي بقات، بقاو منها غير هاد جوج الكرتونات، يعني 12 كاس كل 6 كيديروا 13 درهم، يعني زوينين. الا لقيتوهم زعما كاين عاخدوهم، يعني احسن من قيمتهم كما كنقولوا. شنو هي 13 درهم؟ ماشي شي حاجه، يعني
زوينه لقيتهم خذوهم صافي. هذا الشيء كما كتشوفوا هذاك الشيء ديال الحليب، هذا الشوفان هو اللي كناخذ من عندهم صافي. هذا الفطور، وهذا هذه هي اللي قلت لكم، هذه هي اللي انا خديت من هذه العروض ديال اليوم، لان هي صراحه اللي فيها كما شفتوا ثلاثه الالوان، الاحمر الابيض والكحل. انا خديتها هنايا في الابيض كما شفتوا، وزوينه الصراحه وسبحان الله العظيم. شفتوا هادو واحد المره كنت باغا ناخذهم، مشيت على اساس باش ناخذهم ومشيت لقيتها عامره فما خديتهاش. شوفوا هاد الجوان ديالها راه كيسدو مزيان، يعني ولو ديال البلاستيك، اما داك البلاستيك القاصح، وهذيك الكبيره راها كبيره كتهز جوج كيلو، يعني زوينين. السبق قلت لكم وقيل داك العام كانوا دايرينهم بالسيبوره ديالهم ديال العود، اما هاد المره ما داروش ليهم هذيك السيبوره، داروهم غير هما. هذه راها كبيره البنات كتهز مع جوج كيلو، واش جوج كيلو ونص، وهذيك واقيلا كيلو ونص، وهذه 900 غرام يعني جايه الكيلو، يعني راهم كبار كبار، ولو انهم ما كيبانوش واقيلا في التصويره مزيان، وانما كبار كيديروا 79.90، جايه 80 درهم. وحتى المنظر ديالهم زوين. اما هاد المره ما داروش معاهم السيبوره ديال العود، وخديت منهم هادو اللي كتشوفوا معايا دابا صافي. البنات هنايا غسلتهم ودرتهم فوق هادي انهم يتقطروا، ندوز عليهم واحد المسحه خفيفه البابي مشوار صافي، وندير نعمرهم ونحطهم باش تشوفوا منظرهم كيفاش كيجي، كيجيو زوينين بالنسبه اللي كيهمها الامر وتبغي تاخذهم. صافي اخدي غدا ناخذ باش غدا نعمرهم نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. والثمن ديالهم 79 درهم، يعني راهم زوينين. هاد الكبيره راه كتهز 2 كيلو ونص. انا درت فيها السكر شفتوا، وبقى الفراغ فيها، يعني هذاك السكر 2 كيلو، وهذه كتهز كيلو ونص كما كتشوفوا معايا. غدا نديرها بالملحه، وهذيك الصغيره كتهز جوج كي لا 900 غرام، يعني جايه الكيلو صافي. غادي ندير فيها اتاي، وغادي نشوفوا شكلهم كتجيو زوينين بالنسبه اللي كيهم الامر، يعني القاتهم تاخذهم تكون عارفه فكره على الثمن ديالهم، ثمن مناسب. هذا هو الشكل النهائي كما كتشوفوا معايا. اللي ما بغاش الزواقه تقلبهم يوليو في البيض كما شفتوا معايا هكا، يعني الا قلبتهم راه يوليو في البيض. بالنسبه لي اولو ان هذيك الزواقه زوينه انا بعدا عجبتني. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يعجبكم وتكون منه واحد الفائده واحد الاستفاده كما كنقول لكم دائما. وشكرا على المتابعه، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.